المنصة. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد فايق عودي رئيس مجلس جرجولي الحالي والشرعي. الضيوف الكرام وعلى رأسهم السيد غالب مجادلي عضو كنيسة ووزير عربي وبنرحب فيه في البلد عنا، وحتى يعني مشان نكون معلومة بكت انتخابات الكنيسة في معلم من جد بكل صور غالب عندكم أكثر من عنا، هذا دليل محبتك يا أبو محمد. وما النصر إلا من عند الله، بإرادة الله وهمة الشباب والدعاء تحقق النصر. وبدورنا نحن نشكر الله ونشكر الشباب ونشكر الناخبين والناخبات والداعمين والداعمات. وأقول لكم أن هذا النصر هو لجرجوليا بكل فئاتها وكل شبابها ونسائها ورجالها، ليس نصرا محصورا على التضامن فقط. سيكون أبو عودي عنوان لكل مواطن في هذا البلد، وسيكون الأذن الصافية والباب المفتوح لكل مواطنين البلد، ليس لفئة معينة. ونقول أن الانتخابات من ورائنا، إن كل فلان انتخب وفلان انتخب هذا انتهى، هذا من ورانا والحمد لله على النتيجة. في أخرى بس ملاحظة بدنا نكون عن الفيسبوك، هذا الفيسبوك هو بسموه قنوات التواصل الاجتماعي، مش التسابق الاجتماعي، مش نحط مشان نسب على بعض، نحط مشان نتواصل مع بعض ونعطي معلومات لبعض. فبطلب من الأهل إنهم يديروا أولاد بالهم على أولادهم على بناتهم ويراقبوا الإنترنت، والأزواج برضو يديروا بالهم على زوجاتهم ويراقبوا الفيسبوك تاعهم. والآن أدعو الشيخ خالد عابد لقراءة آيات من الذكر الحكيم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون الصالحات أن لهم
الثقة التامة التي أولى بها
الطمأنينة والهدوء لصالح كل المواطنين والمحافظة على جلجل الموحد. أما اسمحوا لي بجملة واحدة أقول للحلف الأسود من الجبهة والتجمع والحركة الإسلامية الذي فشل فشل ذريع كما فشلوا في أماكن أخرى ومختلفة، وهذا ليس جديد. جلجولي كانت السباقة في فشل هذا الحلف، حلف المتناقضات، حلف المتناقضات الذي هاجموا أبو عودي لعضويته في حزب العمل ولنشاطه في حزب العمل. الحلف الأسود الفاشل فشل فشل ذريع. الحركة الإسلامية والتجمع والجبهة واستبدلهم الناخب في جلجولية برئاسة أبو عودة، ونسأل الله أن يكون النجاح حليفنا وأن نعيد لجلجولية مكانتها. وشكرا لكم. النقطة الأولى احنا بدنا نرحب في ضيوفنا من الضفة الغربية، من كفر برا، من كفر كاسم، من الطيرة، من الطيبة، اللي أجوا مشان يشاركونا الفرح، ومن كفر ثلث. وبس بنقول اللي أكلوا بيقدروا يتفضلوا هان مشان نفسح مجال للي ما أكلوش. إذا سمحتوا اللي أكلوا يجوا يقعدوا عندنا هان. أهلا وسهلا. ما قالوا نرد بنبي وأخلاق، نحن الأوعى وتقع علينا المسؤولية الأكبر. نسامح ونقول الحمد لله والله أكبر. نسامح لأننا ذو أفق أوسع، وإن تكلمنا لا نجرح ولا ننسى، وإن وعدنا عن عهدنا لا نرجع. رافع الراس جلجلاوي وأفتخر لجلجوليا بهد النصر، وكلنا أخوي وحانت ساعة العمل والتعاون، والتعاون كأهل بلد لتمجيد النصر. لا وألف لا لمستنقع الأحقاد والكراهية، لا وألف لا لإلغاء الآخر، هذا المستنقع الذي يغرق فيه الكثيرين بسبب استعمالهم للغة التجريح. نمد يدنا بسلام، نعم نمد يدنا بسلام، ونقول نحن لسنا من أهل الكلام، نحن مع رجل المهام، معا نحقق الآمال، لأجلك جلجوليا نجدد العهد بتضامن ووحدة كل الأجيال. أدعو السيد سهيل شواهني والسيد عصام أبو ريا ليلقيا كلمتهما ممثلان عن الشباب، فليتفضلا مشكورا. وأشد على أياديكم مهنئا فرحا بكم ولكم بفرحا.
حوزكم في هذا العرس الديمقراطي البهيج الذي خفقت له القلوب وتدافعت الأنفاس وتفاعلت الأنفس فكان أمر الله مقضيا. لقد تعهد المرشحون في كتلة التضامن وعلى رأسهم السيد فائق عوضي الرئيس المنتخب العمل ليل نهارا بلا كلل ولا ملل وبكل جهد واجتهاد خدمة هذا البلد ومواطنيه ونقله نقلة نوعية إلى مصاف القرى والمدن المتقدمة المتطورة المتحضرة والنابضة بعلمها بثقافتها وبإنسانيتها في تنظيمها وبنائها في حدائقها وجنانها. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة أيتها الأخوات أحييكم جميعا وأقول لكم افرحوا بفوزكم ولا تشمتوا فإن الشماتة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلنكن جميعا أصحاب خلق وأفق يتسع لنا جميعا من أجل جلجوليا يانعة مزدهرة مضيئة منيرة بنورها بنور خالقها موحدة متحدين متجانسين متآخين من أجل رفعة هذا البلد وعزة مواطنيه. وأن أنسى لن أنسى قائمة المجد المستقلة ومرشحيها ونافذيها الذين كانوا قمة في المسؤولية قمة في الإنسانية قمة في الخلق الرفيع والثقافة العالية. فهنيئا لكم جميعا فوزكم هذا رئيسا وأعضاء نافذين ونافبات باسمي وباسم عائلة جميل شواهني وعائلة حمد الله شواهني وعائلة المرحوم أبو نوي شواهني. أحييكم جميعا وأشكركم وأحمد الله العلي القدير والمجد لله في العلا والمجد لله على الأرض والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القريب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن القلوب جنود مجندة بيد الله يكلمها كيف يشاء. وقال الرسول: من كفر مؤمنا فقد نال من جنب الله، ولا يزال ينال من جنب الله حتى يكتب عند الله كافرا. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال حبيب رسول الله: لقد شيبتني هود، ونحن نقول لقد شيبتنا هذه الخمس سنين، ولا أقول عجافا، فالشهر الأخير 59 شهرا، ولتمنيت على الله ما أن تكون عجافا فقط، بل كانت ساخرة للفتنة والطائفية وتحديد الهوية. لا يكلم الناس بطيبهم، بل ما حصدت بعد الثانوية. وإن أردتم بتعداد الشهادات الجامعية والتفريقة بالحرية، يكملونك بقيد ويدعو للحرية، ويقتلون النفس والحجر والشجر بروية، والطفل والشيخ عندهم في العداء سوية، ويطلون عليكم بطلتهم البهية، وبعد إزهاق الروح يدعو للأخوية. والمهم صب أصواتكم للرئاسة وعضوية. أما نحن وأنتم يا تاج راسي، فشددنا هممنا قوية، أخلاقنا شدة فواح نرسلها برقية، ووجناتنا تضيق خلت من الخبث كانت كأنها أنقية. فنلنا رضا الرب وغفرنا بفوز من رب البرية. ولنا مع جلجولية العز والأباء والأحبة ملء القلوب بقية. واختتم الكلام بآية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أنتم أصحاب هذا النصر، أنتم أصحاب العزة. ولا أفخر بأن أكون بينكم وتمرغ بينكم، ولا يضركم ما سمون به، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.